أثرت فيا، أثرت فيك، وجيت عليا وأنا جيت عليك. ما تيجي نغير بعض وندور سوا على بعض ونحاول نبدأ فكرة، وكفاية سنين البعد، كفاية سنين البعد. بقوم من النوم بعز النوم أفكر فيك طول اليوم. صباح الفل يا بلاميطة، وتعالى في الميدان. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ ايه الحلاوة دي يالا؟ ايه رأيكم؟ كأن انا اللي بغني بالظبط، صح؟ صح. تسلم لي يا جاسر، انا مش عارف اقول لك ايه. بس انا ما ظهرتش كده نجم خالص يعني، ولا طلعتش في اي حاجة. هو انت عايز تظهر كمان يا جاسر؟ ما انا قلت لك يا جاسر اصبر. قلت لك انا عشان اوصل للي انا فيه قعدت مكانك. انا طلعت نجوم كتير قوي يا جاسر، مش عايز عينك تروح للشهرة والنجومية كده على طول. ده بص كان تعليق جنة، ده في فرح في 16/5 اهو. يلا يا ويس، 16/5؟ ايوه، وبصوتك انت. يعني انا هغني فيه؟ ايوه، شفتني وانا بقول الحتة اللي انت كنت عاملها بتاعت ايه؟ قولها كده. أثرت فيا. الله، شفتني وانا بعملها؟ الله، كأنك انت. صح ولا لا؟ بس بقى، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في كل الافراح هتبقى معايا، هتغني من تحت المسرح. ماشي يا نجم. ماشي زمارة. ايه انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ انت مالك انت؟ وانت ليه مش مصدق ان انت ما بتسمعش؟ ما بتسمعش؟ ما بتسمعش؟ بتقول لك وانت داخل لازم تكون لامس كمامه. اه، مين دي يابا؟ مراتي. يالا مراتك؟ مراتك؟ ايوه. يعني كاتب كتابك؟ احلف لك على مصحف. انت بتعرف تتكلم هندي ولا صيني؟ انت بتشتغلني؟ اسكت. تطور ساي كلمات التيم ناي كابنينا تاتشو تيتشد الكوبان الرادة. انا يوم اقام نايمون. بابا بابا، والنبي مراتك مراتك يعني؟ الله. ايوه، بس انا في الصيني بتكلم صيني مكسر. بابا، ما تيجي تقول لها بحبك، بتقول لها ازاي؟ نهي نهي؟ والله نهي. طب ولو عايزها تقول لها تي بوسه؟ نهو نهو؟ واحد نهو نهو. يا لختيش يا لا، دي مرات ابوك مهما كان. وايه يعني مرات ابويا؟ واحد نهو نهو يا لا. انت الله، انت ايه اللي جابك؟ يابا انت مش قلت لها تقف معايا يابا في المشروع بتاع الموبيليا؟ وعمال اكلمك مش عايز ترد عليا. ايوه، مش تطب عليا كده بشكل مفاجئ، لازم تكلمني في الاول عشان اتحضر. ما انت من ساعه ما جيت من الصين وبكلمك مش عايز ترد عليا. نهي. ايه اللي نهي؟ نا كابانيه.
كان بني يابا بتاع ايه يابا؟ انت في ايه يابا؟ مالك يابا كده؟ ايه بقول لك اللي بقول لك عليه. ياه انت بوظت التدريب. عيش تقصر عمر. عيش تقصر عمر؟ هي يابا طلعت من امبابه. اه ده فين معلق؟ اقلع الماسك يا بنت يابا. لا سيبها هي كده. لا والله. لا تتن عربي مني. ابا اخبار الديسك ايه؟ والله ما اخبيش عليك. بعافيه شويه. نعم؟ بونجور استاذ. يا حيوان. يا مؤاخذة معلش. اتفضلي. دخيلك فيك تقول لي هو مكتب عمر وسلمى؟ اه يا فندم رقم 15. لا يا فندم لا لا انا يا فندم انا عمرو سلمي يا فندم انا عمرو سلمي المحامي يا فندم اتفضلي. هي فيها واو بس. الله يجازيك يا تامر يا حسني. اتفضلي يا فندم. عن جد؟ انا يلي حكيتك على التليفون. حضرتك مين؟ فكريني بس عشان الموكلين عندي كتير شوية بس الموكلات قالوا والله. أنا زينة يلي حكيت زوجتك على جروب شو اسمه زوجات متمردة. زوجتي مين؟ دي الشغالة. زوجتي قصدي السكرتيرة. السكرتيرة يا فندم. بس على فكرة أنا لسه مطلقها من جوزها على فكرة. محامي شاطر جدا. أه والله يا فندم جوزها ده كان مش رومانسي خالص. لا بيجيب شوكولاتة ولا ورد ولا بيسمع الأستاذ تامر عاشور. بس أنا غيره خالص خالص. هلأ صاحب الفيلا بده يسكر لي الاسبا وهذا ما يرضيك. ده ما يرضيش كافر. اه والله العظيم. يعني ايه يقفل الاسبا؟ امال الناس تدلك وتتسوسن فين؟ شو يعني تتسوسن؟ تتسوسن يعني ايه؟ مش عندكم ساونا؟ بلا في. بلا في ساونا؟ بلا. والاسبا ده كله حريم يعني كله ستات بس؟ بلا. بلا؟ جاتك البلا؟ طب يا فندم اكيد القضية دي كلها ثغرات وممكن ابص منها على القضية احسن شوية. يعني عايز ابص على القضية ركز في القضية. يعني ممكن نشوف الثغرات اللي في السبا؟ طبعا طبعا طبعا. طب اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. عايزك عايز اشوف كل الثغرات يا فندم. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بيري يا حبيبتي. ايه ما بيه؟ انت عارفه يعني قد ايه انا بحبك ومعجبه بيكي. يعني عايزه يعني اسالك سؤال عشان انت خبره بتروحي وتيجي وتلبسي كده. يعني لو واحد يعني انت معجبه بيه طويل قصير تخين رفيع وشعره كده مسترسب كده وزي القمر يعني وانت مش عارفه تقولي له ومشاعرك كده هتنفجر فيه قولي لي اعمل ايه؟ انصحيني. خدي ما اقولك. خرجتوا مع بعض؟ لا. حصل بينكم حاجه؟ في تاتش؟ لا يا حبيبتي التاتش ده بعد الجواز. لا 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 ما عندناش الحكايه دي. بقول لك يعني هم الناس قالوا لي ان هو يعني معفن كده بس انا بحبه وقالوا ان هو من شكله كده يعني مبعجر ومكعب بس انا برضو بحبه. قولي لي اعمل ايه؟ خدي وروحوا كافيه اشربوا كابتشينو. لا لا لا. امشوا على النيل. لا 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 دي كلها محرمات. لا ما ينفعش اعملها. قولي لي نهايه الكلام اعمل ايه بدل ما انفجر في نفسي؟ بقول لك ايه يا مبهج؟ ايه؟ كبري دماغك. اللي بعده اللي بعده؟ اه هو الواد اطول مكواجي.